أهلا لحضراتكم مرة تانية، وضيفي وضيفكم في فقرتنا الأولى من برنامجنا الماتش في حلقتنا النهاردة، نجم من نجوم كرة القدم المصرية، واحد من الهدافين اللي كانوا دايما بيمتعونا بأهدافهم الرائعة على مدار سنواته في المستطيل الأخضر، نجم الكبير كابتن علاء إبراهيم. مساء الفل، منورني ورمضان كريم يا كابتن علاء. الله أكرم يا دكتور، إزي حضرتك عامل إيه؟ وحشنا كتير. ربنا يخليك يا دكتور. أخبار رمضان إيه معاك الأول؟ الحمد لله. ماشية الدنيا؟ الحمد لله، فضل ونعم. ببارك لك طبعا الأول، حققت أيضا إنجاز جديد في سجلك كمدير فني بصعودك مع نادي ديروت عن طبعا مجموعة جنوب الصعيد لدوري المحترفين، وعندك مباراة مع نادي كبير جدا هو نادي الترسانة بتاريخه الكبير جدا لتحديد واحد الأندية من الاثنين اللي هيكون موجود في دورة الترقي للدوري الممتاز. مشوار كان صعب، لكن فرحة الصعود بتنسي كل حاجة. يعني بداية طبعا يعني ندي زي ما يقولوا كل ذي حق حقه. الحقيقة مجلس إدارة سيراميكا بقيادة سيادة النائب محمد أبو العنين كان توجيهاته إنه يرعى فريق شعبي في الصعيد. وطبعا قال الرغبة دي لمستر طارق أبو العنين ومستر معتز بطاوي، الحقيقة بلوروا الاتجاه في انه كمان يمشي بان احنا نستفاد من قطاع الناشئين بتاع سيراميكا، وده اللي حصل الحقيقه. يعني احنا لعبنا لعيبه السنه دي 2005 و2004 و2003 و2002 و2001 كلهم طالعين من قطاع الناشئين في سيراميكا. بالنسبه لصعوبه المرحله كانت صعبه جدا الحقيقه. كنا بننافس انديه عريقه جدا، نادي الألومنيوم وما أدراك نادي الألومنيوم في نجع حمادي، أسمنت أسيوط يعني نادي دوره ممتاز، كيما أسوان، ثلاث شركات قوية جدا. معاناتنا إحنا كنا كل مبارياتنا بره دكتور، يعني كل مبارياتنا سفر. ما بتلعبش في ديروت؟ لا، يعني لان اساسا ملعب ديروت صغير وترتان وفي مشاكل، فما كناش بنلعب في ديروت، فكنا بنلعب في بلسويف. فكل مبارياتنا الحقيقه كانت سفر. لكن الحقيقه كان لعيبه رجاله، الدعم اللامحدود الحقيقه من مستر طارق ابو العنين ومستر معتز البطاوي الحقيقه كان قوي جدا، وقدرنا نفرز. احنا نجحنا الموسم ده كمان يا دكتور ان احنا نصعد ثلاث لعيبه لسيراميكا دور ممتاز، خصوصا في شهر واحد. من الاعمده الرئيسيه، بس الحمد لله احنا عندنا برضو قاعده كويسه جدا، قدرنا الحمد لله نعمل البديل فما تاثرناش بشكل كبير، وان احنا نتوج ان احنا نوصل للمرحله دي في دوري المحترفين او نعمل ترقي كمان للدوري الممتاز. دي بالنسبه لنا كانت حاجه الحمد لله يعني مميزه جدا. شايف تجربه استثمار الانديه الكبيره سواء كانت أندية شركات أو أندية جماهيرية مع أندية الدرجة الثانية والثالثة الجماهيرية هيبقى لها صدى كبير جدا. يعني شفنا النادي الأهلي بيفكر في خوض التجربة، وسمعنا أنه ممكن يكون مع نادي بروكسي الموسم القادم، شفنا إم بي الموسم الماضي كان مع المصري بسلوم، والموسم ده كان مع بايونيرز. التجربة دي لو اتعممت على الأندية الشعبية أن كل نادي في الدوري الممتاز من أندية شركات أخذ نادي من انديه او الانديه الجماهيريه في الدرجه الثانيه هيفرق كتير، هيوسع القاعده، هيدي اشتعال في المنافسه، وده اللي احنا بنتمناه يا كابتن علاء. هو الحقيقه احنا لما بنيجي بنقلد الدول الاوروبيه بنقلدها في حاجات ما بتفيدناش، لكن لو هنقلدها في الحاجات اللي بتفيدنا كل فرق اوروبا دكتور في بقى تلاقوا برشلونه A وB، كل او الرديف بيقولوا الرديف، فدي هي افضل تجربه عمليه للكره المصريه. هي بدات من سيراميكا ده حقيقه، خصوصا بالنجاح ان انت تصعد وان انت تسمع بالشكل ده. النادي الاهلي منفكر بيه الموسم الماضي، كابتن عدلي قيعي الحقيقه كلمني على المستوى الشخصي وقال لي تجربتك ايه مع سيراميكا وبتاع، واحنا بنفكر ونعمل، بس يمكن ما خدوش الخطوه بيفكروا فيها، لان انت بتدي فرصه كبيره جدا خلي بالك يا دكتور في مرحله بين الناشئين والفريق الاول، المرحله دي محتاجه ممارسه، ان اللاعب يعني بلغه الكره يندحك شويه. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. فلما يلعب درجه اولى مختلف تماما على الناشئين، لما بيسمع او بيبقى باين اللعيبه الكويسه بتبان. زي ما بقول لحضرتك احنا نجحنا السنه دي ان احنا نطلع ثلاث لعيبه من القطاع. هقول لك
ماديا وفر كتير جدا طبعا. وعندنا لا يقل عن 5-6 لعيبه انا بقول لحضرتك هتشوفهم ان شاء الله في الدوري الممتاز مع سيراميكا. فالتجربه ناجحه جدا. اعتقد النادي الاهلي خلاص بيخلص زي ما حضرتك قلت بروكسي اعتقد يعني. لكن الزمالك برضو كان مكلم ديكرنس. نفسي الاقي حد في السويس ونادي في ديكرنس ونادي في المنصوره وفي الزمالك. احنا عايزين الانديه الشعبيه والجمهور. الزمالك طلب من ديكرنس الخضر ابراهيم واحد من الناس اللي لو باع المهندس خضر ان الزمالك عرضوا انه ياخد ديكرنس. فده توجه برضو حاجه هتبقى كويس. ودي برضو خلي بالك يا دكتور خلينا نتكلم منطقيين احنا في يعني مش عايز اقول ندره المواهب بقت قليله اليومين دول. فدي هتدي فرصه ان يطلع لنا لعيبه كويسه مميزه بدري شويه. مظبوط. ايه الفرق ما بين تجربتك في ديروت وتجربتك في الشرقيه للدخان؟ يعني لا يعني هرجعك للمواجع يعني معلش للمواجع لا هي الشرقيه للدخان كان ليهم يعني احنا عايزين نصعد من الثالثه. ما عندهمش قطاع ناشئين زي سيراميكا لكن هو سيراميكا كان الاهداف محدده. انت بتشتغل في حدود محدد. احنا عايزين فرز لعيبه كويسه تطلع للدرجه الاولى رقم واحد. رقم اثنين ان احنا نمشي بشكل كويس. قدرنا نصعد ما قدرناش خلاص. قدرت ان احنا نعمل البالانس دوت. الحقيقه ان في ناس الحقيقه معايا في الجهاز بتشتغل يعني بقلب وجدعانه وممارسه وخبرات. عندنا الاستاذ عميد شامل دراز الحقيقه عامل معايا شغل كبير جدا جدا جدا. الجهاز كان معايا احمد فوزي طبعا قبل ما يروح المنتخب. الحقيقه هو اللي مؤسس معايا الفرقه. احمد واحد من المدربين حراس المرمى اللي على اعلى مستوى كبير جدا جدا, جداً. فرق معايا في الحته دي كل شيء بصراحه. عندنا كمان مصطفى مهنا المدرب العام كان معانا عمر توني قبل ما ياخدوه كمان سيراميكا. جبنا مكانه سيد حسن. الحقيقه مجموعه يعني اشتغلنا كلنا ان احنا عايزين ننجح. والحقيقه ان انت بتشتغل برضو من غير ضغوط. فدي برضو ادت ان انت توصل للنجاح. طيب ارجع بيك بقى لرمضان واحنا في الاجواء الرمضانيه الجميله دي. وانت صغير اكيد لعبت دورات في الشارع والكره الشراب. ما هو اللعيب الحريف اللعيب الهداف مش هيجي كده. لازم بيبقى يعني له تجارب كلنا عارفين الكلام ده. تفتكر ايه عن ذكرياتك في رمضان وانت لسه صغير قبل ما تنتقل لاي نادي؟ يعني احنا عندنا اولا احنا لعبنا في يعني في شهر رمضان ده دايما الدورات الرمضانيه في الصعيد كمان بيبقى ليها طعم ولون وجدعنه وحاجات جميله جدا يعني. فاحنا كنا دايما بنلعب قبل الفطور يعني قبل الفطور. فيعني كانت اجواء الحقيقه جميله جدا. كنت انا اوقات بسيب التمرين بتاعي في النادي المنيا وكنت ان انا العب لدرجه ان الكابتن مدير الفني بتاعنا كان اوقاتها كابتن حسن شحاته. قلت له انا مش جاي. كابتن حسن شحاته كان ماسك المنيا. كان ماسك المنيا قال لي تاني يوم جه قال لي كسبت ولا خسرت؟ عارف انت فيه عارف. الجماهير بقى في الدورات دي بيبقى لها طعم تاني اكيد وشكل تاني. واللي انت تبقى واقف والناس حواليك كده لا بيخليك يعني تطلع كل اللي جواك. ده بتخليك تطلع كل حاجه. وعايز اقول لك يعني في لعيبه افضل مننا. خلي بالك يا دكتور في لعيبه كتيره جدا في الصعيد وفي كل الاماكن بس للاسف ما جات لهمش الفرصه ان هم يكتشفوا. فلا بيبقى كده طبعا ليها شكل وطعم مختلف يعني. لسه بتواصل وتتواصل مع زمايلك واصدقائك بتوع زمان وانتوا صغيرين تفتكروا رمضان وفي تواصل ولا لا؟ اكيد. ولا دوامه الحياه؟ لا ما فيش دوامه الحياه مع الاصدقاء والاحباب. لا طبعا اكيد في تواصل وبنتكلم وبنتقابل ولما بننزل الصعيد بنقعد ونتكلم. لا يعني لا ده طبيعي يعني. كنت بتعملوا ايه في رمضان وانتوا صغيرين؟ يعني شوف بص كانت عباره عن ايه؟ الاجواء الصعيديه احنا كنا عندنا بحر كده يا دكتور كنا نلعب وكان اللي بيخسر لازم يرمي روحه في البحر يوسف. بحر يوسف فنلعب يعني يعني يترمي في البحر. والله يا دكتور قبل السحور تلعب اللي يخسر يترمي في البحر. بالليل والله. لا يعني بقول لك كانت لينا حاجات غريبه شويه. طيب يعني برضو عاوز يعني لعبت اكيد مباريات كتيره جدا في رمضان وانت في الانديه الكبيره. ايه المباراه اللي عمرك ما تنساها يا كابتن علاء لعبتها في رمضان؟ لا في رمضان كان نهائي ابطال افريقيا احنا وصن داونز وكان في رمضان. والمباراه دي الحقيقه يعني كان مستر جوزيه قال لازم كله يفطر. والحقيقه انا وهادي او يعني كان يعني بعض اللعيبه برضو مش نقول رفضت مثلنا ان احنا فطرنا.
الحقيقه. ولعبنا وكنا من افضل اثنين الحقيقه في المباراه. فاحنا بعد الماتش الحقيقه يعني كنا مبسوطين جدا ان احنا الحمد لله حافظنا على صيامنا، وفي نفس الوقت كان المباراه طلعت 1-1 بجون سعد عبد الحفيظ، لكن عملنا ماتش كويس ومدي من المباريات اللي هي في رمضان فعلا اللي ليها يعني ذكرى جميله عندي. تفتكر مباراه الترجي 2001 الدور قبل النهائي مباراه الاياب؟ طبعا. ذكرياتك معاها يعني المباراه دي يعني احنا عملنا، انا كنت عامل ماتش كويس فيها قوي، لكن التوفيق وعدمه انت عارف يا دكتور يعني. فدي برده كان جمهور النادي الاهلي صب جم غضبه عليا زي ما بيقولوا. لكن طبعا يعني عشان كده بقول الجمهور يا جماعه او دكتور، الجمهور يعني مهما يعمل لازم تستحمله. أكيد. انا ما اقدرش باي شكل من الاشكال ابرر رد فعل لاعب على الجمهور، لان هو الكره دي معموله للجمهور. صح. الجمهور ده هو اللي عمل اللعيب، فاعتقد لا يعني كان ليها ذكريات جميله يعني. مين اكتر مهاجم علاء ابراهيم يحب يلعب معاه وكان يحب يلعب معاه؟ انا كنت محظوظ ان انا لعبت اول سنتين في النادي الاهلي مع كابتن حسام حسن طبعا. من الفراوده الجامدين جدا اللي انا استفدت منهم جدا، واللي ساعدني باسمه ومجهوده ان انا اوصل ان انا ابقى من هدافين النادي الاهلي. شايف توليه للقياده الفنيه لمنتخب مصر ازاي؟ انا شايف ان ده حقه. يعني حقه ان هو ياخد الفرصه. يعني احنا شايفين كوت ديفوار ما نجحتش الا بمدرب محلي، الكاميرون سونج محلي، اليو سيسي في السنغال محلي. يعني احنا جربنا الاجانب، اعتقد حقه ونصبر على التجربه. يعني احنا ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما نديله فرصه يشوف نفسه ممكن ان شاء الله ينجح، ممكن يوصلنا لحاجة تانية. لأن كابتن حسام عنده غيرة، وغيرة دي مش هتلاقيها في بعض المدربين. أعتقد هتتنقل وهتتنقل بشكل كبير جدا للعيبة، وإن شاء الله أتمنى للتوفيق لمنتخب مصر ولكابتن حسام طبعا. في الدوري شايف مين من المدربين لمع الموسم ده؟ يعني ما هنقول لمع يعني كلمه كبيره جدا، بس انا شايف كابتن ايمن رمضان طبعا مع سيراميكا عامل شغل كويس جدا جدا الحقيقه. تامر مصطفى لما كان ماسك انبي دلوقتي فيوتشر برضو من المدربين الحقيقه اللي انا مقتنع بيه جدا. المدرب شاطر، مدرب الحقيقه عامل شغل كويس. تامر طول عمره بصراحه. دي حقيقه. انا شايف يعني تامر مصطفى الحقيقه يعني من الناس اللي هي ابرز الناس اللي موجوده على الساحه، هو كابتن ايمن رمضان. الاثنين دول دلوقتي. طيب عاوز برضو علاء ابراهيم، بتحلم ان انت في يوم من الايام اسمك يكبر في الدوري الممتاز وتتولى نادي من الانديه الكبار، تقدم نفسك بالصوره وانا متاكد ان انت لو مسكت هتقدر ان انت تقدم نفسك بصوره طيبه جدا، ان انت مدرب كبير ومدرب على وعي وعلى درجه كبيره جدا من الاتقان في العمل. حلمك عاوز يوصلك لغايه فين؟ يعني شخصيا الحلم بتاعي مش بعيد قوي. يعني هو طموحي ان انا يعني اشتغل في الدوري الممتاز، يعني اقول للناس انا موجود. لكن للاسف دايما الفرص بتبقى مش متاحه للكوادر اللي ممكن تشتغل بشكل كويس. احنا لو انا قلت لحضرتك يا دكتور من 2010 ل 2024 اهو شغال درجه اولى ممتاز به مع فرق كتير جدا، والحمد لله مع كل فرقه الحمد لله لك بصمه وبتحقق نجاح الحمد لله. الحمد لله. يمكن هي بس التجربه بتاعت شارد دخان، انا كنت نفسي ان انا اشتغل الحقيقه دوري ممتاز. تعبت سنتين من الثالثه للثانيه ومن الثانيه للدوري الممتاز. انا كنت شايف ان احنا لو كنا كملنا او كنا حطينا رجلنا في الدوري الممتاز اعتقد يعني بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ما كناش هنرجع تاني. فخلي بالك برضو عندنا مشكله في مصر ان الرؤساء الانديه مش قلبهم جامد، يعني مش دايما ان يدوا فرصه لحد لسه وجه جديد او 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 او, أو تجربه جديده. لكن اعتقد لو فكروا ممكن يلاقوا كوادر زي علاء ابراهيم واحسن كمان. طيب بمناسبه رمضان والمسامح كريم، هتقول لي مين المسامح كريم وسامحني؟ يعني اعتقد اي حد. انا ممكن شايف ان انا مثلا الحمد لله يعني ان انا ما بظلمش حد، بس لو حد فاكر خصوصا انت عارف يعني الكوره ولعيبه الكوره دول ولاد لذينة يعني يقول لك ده ظلمني، طبعا مش مقصوده خالص. فاقول لهم المسامح كريم وربنا يعني كريم جدا وكل سنه وانتم طيبين. طب مين هتقول له المسامح كريم وانا اتنازلت عن حقي وسامحتك؟ لا ده كتير. كتير. الحمد لله كتير. الحمد لله. يا بخت من بات مظلوم. طبعا طبعا. لا كتير انا اقول لهم كده الحقيقه كتير. طبعا ابرزهم
يعني مسؤولين شركة الدخان الحقيقة. مسؤول. التجربة دي مرارة عندك، أنا بحس بيك في كل مرة. لا ده سرق وتعب يا دكتور. سرق وتعب. الحقيقة يعني سنتين صعود، وأنا مشيت مش كورة يعني، مشيت يعني أسباب وحاجات ملتوية الحقيقة، أنا ما ينفعش أعمل حاجة يعني. طيب هنيجي لفكرة صح أو غلط. رحلت عن الأهلي بسبب بومفرير. صح. صح. إيه اللي حصل؟ هو من المدربين الهولنديين اللي بيهتموا باللاعب القوة البدنية، وهي دي القوة البدنية اللي مشيته كمان. يعني الحقيقة احنا كنا دايما النادي الاهلي عنده لعيبة كويسة، هو ما كانش مقتنع بيها، مع اني كان بينزلني وكنت بكسبه، وكنت الاقي فجأة الماتش اللي بعديه يقعدني احتياطي. من الحقيقة برضو من الـ من الـ من النقلات اللي انا في وجهة نظري لو كان ربنا كاتب لي يعني خير تاني في النادي الاهلي، ممكن ما كنتش امشي في النادي الاهلي لحد ما امشي، لحد ما بطل. طيب برضو صح او غلط، مباراة ام بي الشهيرة تسببت في ضياع الدوري، كان هناك اشياء قبلها. كان في ظلم. ظلم. طبعا. كان في ناس تستحق تلعب منهم انا. ويمكن كابتن علاء ابو صادق من كان مدير كرة وقتها وقال له خد علاء ابراهيم، علاء ابراهيم لازم يلعب. قال له لا. قال له لا. ده. كان له اسباب. تعرف يعني النادي الاهلي بشغال بسيستم، فهو بيقول له كده بس يقترح، لكن عشان يخش في مناقشات دي مش في النادي الاهلي. طيب صح او غلط ان بعض نجوم النادي الاهلي في الوقت ده كانوا بيضغطوا على الجهاز الفني لعدم اشراك علاء ابراهيم كاساسي في الفريق؟ لا يعني غلط طبعا، لان النادي الاهلي لا ما فيش لعيب يقدر كده، لان احنا كلنا كنا بنحب بعض الحقيقه، لكن هي كانت قناعات المدير الفني بومفرير. طيب صح او غلط حلمي ان انا في يوم من الايام ابقى مدير فني للمنتخب الوطني او النادي الاهلي؟ لا هو النادي الاهلي، لكن المنتخب ابعد من كده يعني، لكن حلمي ان انا ابقى موجود في جهاز النادي الاهلي. موجود في جهاز النادي الاهلي. كرجل اول في يوم من الايام اي حاجه بالنسبه لي النادي الاهلي، اي حاجه اكون موجود. بتعشق انت النادي الاهلي جدا جدا جدا، على الرغم ان انت حسيت ان انت اتظلمت برضو في فتره من الفترات. ظلمت مش اقدر اقول ظلم، لكن هو انت النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في اللي احنا فيه لحد دلوقتي. فاحنا صعيده بنشيل الجميل زي ما بنقول. فطبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. طيب هتختار لي واحد من ثلاثة افضل مدير فني اتعلمت منه، كابتن الجوهري، كابتن مختار، مانويل جوزيه. مانويل جوزيه طبعا. ايه اللي كان بيميز مانويل جوزيه؟ شوف هو كان مدرسه جديده الحقيقه، الوقت ده كان مدرسه جديده، وكان عنده مشكله بس في السنه الاولى انه كان لسه ما شافش طبيعه اللعب المصري والاجواء المصريه، لكن لما خد بعد كده حقق نجاحات كبيره جدا، مع ان السنه دي احنا خدنا بطوله افريقيا بس طلعنا من الكاس وما خدناش الدوري، لكن لما خد بعد كده طبعا عمل النجاحات بتاعه مانويل جوزيه. لكن هو كفكر لا، فكر اتعلمت منه معظم شغلي من 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 مانويل جوزيه. طيب افضل مهاجم في مصر حاليا، كهربا، مصطفى محمد، مروان حمدي؟ مصطفى محمد طبعا. مميزات مصطفى محمد من وجهه نظرك؟ مصطفى محمد من بلغه الكوره محطه قويه جدا، هيدرز، ممكن مش احسن حاجه بس في الـ في الـ في الشغل. طبعا الروح والقلب وجدعنه، هي بس طبيعه اللاعب المصري حته الاكتفاء اللي انا مش عايز اشوفها في اي لاعب مصري، ما شفتهاش الا في محمد صلاح بس، ما عندوش اكتفاء، عشان كده وصل لمكان بعيد قوي. يا ريت مصطفى محمد ما يكونش عنده الاكتفاء باللي اتعمل، لان انا بحس ان هو بيعمل ماتشات كويسه قوي وتلاقي الماتش الثاني اللي بعديه مريح او مش هو ده، لان مصطفى محمد امكانياته الفنيه والمهاريه مش اعلى حاجه. اللي بتعليه حته القلب والروح والقتال، فلما بتقل بيبقى خارج بعيد عن المستوى. من خلال ذكرت محمد صلاح، مين من قبل كده من لاعبتنا المحترفين او من لاعبينا المحترفين اللي كان ممكن يستمر ويقدم اللي بيقدمه صلاح، لكن فكره زي ما انت قلت هو اللي خلاه يخلص بدري ويرجع مصر؟ لا هو مش عايز اقول فكره، بس انا عايز اقول ان عبد الستار صبري كان حاجه تانية خالص، كان لعيب حاول. ده واحد صبري وزيدان الاثنين دول يعني لا يعني حاجه حتى تانية. زيدان لا، ما عبد الستار صبري انا لعبت معاه في المنتخب. لا كان حاجه كبيره جدا يعني، انا اعتقد كان يعني احترام الصلاح طبعا. لا كان هو في حته تانية خالص. فكان غريب ان هو ما يوصلش لمكانه كبيره يعني. عمرو زكي كان ممكن يكمل اكتر من كده يا كابتن؟ عمرو زكي صعب جدا يعني، عمرو زكي مشكلته وتفكيره ودماغه هي هو ده اللي وصله للي هو فيه، لكن عمرو زكي كان من الفراوده برضو اللي كان ممكن يوصله لحته بعيده قوي.
مين افضل مدير فني مصري في الدوري حاليا من وجهه نظرك؟ واحد من ثلاثه، ايمن رمادي، علي ماهر، ايهاب جلال. لا ايمن رمادي طبعا. ايمن رمادي طبعا. الاسباب؟ نتائجه، فكره متجدد، طريقه تعامله مع اللعيبه، لان خلي بالك يا دكتور المدرب مش فني بس، المدرب مجموعه عوامل هي اللي انت بتنجحك. اعتقد دايما رمادي ناجح فيها بشكل كبير جدا. طيب كولر، هل هو من وجهه نظرك افضل من جوزيه؟ زي جوزيه ولا لسه قدامه كتير عشان يوصل لجوزيه؟ لا هو لسه قدامه كتير قوي قوي، مع ان السن يعني هو كبير قوي، على بال ما يوصل له يكون يعني خلص خالص. لا هو يعني انا ما بيعجبنيش في كولر، حاسس ان هو متناقض في كلامه، يعني يقعد مع كهربا يقول له انت الفرود رقم ثلاثة عندي، وفجاه الاقي موديست معاه ويجي مبدا كهربا. انت ايه رايك في موديست الاول؟ لا قليل جدا طبعا، مش كرسة. هو مشي النادي الاهلي؟ لا طب كارثه التعاقد نفسه معاه، الحقيقه عليه علامات استفهام كتيره جدا يعني. احنا محتاجين راس حربه يعني، محتاجين حتى وسام ابو علي. ليه نظره المهاجمين في مصر؟ انت ما سمعتش زمان؟ انت ما سمعتش دي؟ وسام ابو علي حتى برضو انا شايفه برضو مش، انا سمعتها بس عديتها، قلت يعني ندي له الفرصه. لا انا شايف برضو يعني، لا شايف محمد شريف اتظلم في النادي الاهلي جدا. محمد شريف لعيب كبير وكان لازم يبقى موجود على الاقل يحل. يعني انت لو قارنت هو ولا كهرباء اقول لك محمد شريف بمراحل طبعا افضل. محمد شريف طبعا. ارجع برضو مره تانية، ليه عندنا الهدافين دلوقتي بقى عمله نادره في مصر؟ اياميكو كان يعني ما شاء الله كل نادي فيه اكتر من هداف. انا خدت هداف الدوري كان فلافيو، كان ابو تريكا، كان عماد متعب، كان عمرو زكي، كان لا يعني كان في فراوده كتيره جدا. احنا لو جيت حضرتك قلت لي مين احسن فرقه في مصر، انا هفكر مين اللي بيلعب فراوده في مصر. صح، بدايه من الاهلي والزمالك. يعني الزمالك للاسف ما فيهوش راس حرب. الاهلي احنا بنتكلم دلوقتي في مودس وبتكلم في اسامه ابو علي وكهربا، تخيل الثلاثه. معلش يعني مع احترامي الشديد، ما لو في السكواد اللي مع النادي الاهلي قبل كده ما يلعبوش. مين افضل مهاجم جه النادي الاهلي على مدار تاريخه؟ اسهلها لك، افريقي ولا مصري؟ مصري. لا مصري اعتقد كابتن حسام حسن. حسام حسن طبعا. حسام حسن طبعا. مين يلي حسام حسن؟ لا هو في كتير يعني، في فراوده كتير قوي يعني. بس انا من وجهه نظري عماد متعب يلي حسام حسن مباشره. طب في نادي الزمالك؟ في نادي الزمالك برضو كان في فراوده كتير جدا. كابتن جمال عبد الحميد طبعا كان استاذنا ومعلمنا طبعا، حاجه جامده جدا يعني. كان لوحده فوق وتحت. طبعًا عبد الحليم علي، عبد الحليم برضو كان كابتن ايمن منصور طبعا، عمرو زكي وعمرو ايمن. لا كان في فراوده كتير. شفت انت بتعد قد ايه دلوقتي؟ انا زي ما انا بقول لك مش تقيل للاسف. عموما يعني احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نلاقي مره ثانيه المواهب دي موجوده في الكره المصريه، ونتمنى لك على مستوى الشخص التوفيق يا كابتن علاء، واحد من نجومنا المحترمين الخلوقين جدا، وان شاء الله باذن الله تكون لك المكانه الاكبر خلال الفتره القادمه في كره القدم المصريه كمدير فني ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، وانا سعيد ان انا بكون مع حضرتك. والحقيقه بعيد بقى عن الاعلام واتحاد الكوره، الدكتور ايهاب من الشخصيات الجميله جدا جدا. اشكرك كابتن علاء اخويا الفاضل، واشكرك كابتن علاء. بعد الفاصل يعني حط فاصل، اشوف تقرير عن فرحه لاعبي ديروت طبعا بصعودهم الى دوري المحترفين، ولقائهم الفاصل مع ايضا القيمه الكرويه الكبيره في مصر نادي الترسانه، وهيكون معايا رئيس نادي ديروت الحاج محمد صلاح صديقي العزيز بعد الفاصل وهذا التقرير.